لعب دورا كبيرا في معركة الدفاع عن القدس، حتى لقب بأمير القدس وشغل عدة مناصب سياسية هامة. من هو فيصل الحسيني؟ سياسي فلسطيني تولى ملف الدفاع عن القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مواليد بغداد في العراق في يوليو لعام 1940، بعد انتقال والده إليها على إثر الثورة الفلسطينية الكبرى في أعقاب عام 36. والده عبد القادر الحسيني أحد قادة مقاومة الانتداب البريطاني، رحل شهيدا بعد معركة ضد العصابات اليهودية في قرية القسطل القريبة من القدس عام 48. أما جده فهو موسى كاظم الحسيني، رئيس بلدية القدس عام 1918، وأحد أبرز الشخصيات الفلسطينية والمناضلين في وجه الانتداب. لفيصل الحسيني تجربة سياسية، انخرط مع منظمة التحرير وحركة فتح، سجن عام 86 للمرة الأولى بتهمة حيازة السلاح، وصدر بحقه أحكام إدارية إبان الانتفاضة الأولى. قاد الانتفاضة والعمل الوطني وشارك الناس في الشارع. ترأس الحسيني فريق الفلسطينيين المفاوض في مؤتمر السلام بمدريد عام 93، وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بات توجهه مركزا إلى القدس. أزعج الحسيني الاحتلال بنشاطاته في تثبيت هوية القدس ومواجهة المشاريع الاستيطانية. كان الحسيني مع فكرة حل الدولتين مع بقاء القدس فلسطينية بالكامل. توفي في 31 من أيار عام 2001 خلال محاولته إنهاء الخصومة بين السلطة الفلسطينية والحكومة في الكويت نتيجة الغزو العراقي للكويت في غضون حرب الخليج. دفن في باحات المسجد الأقصى وشيعته الجماهير إلى مثواه الأخير.